مستعدون لنبدأ مغامرتنا هذا اليوم يا أصدقاء؟ لكن أولاً اضغطوا على زر الاشتراك كي لا تفوتكم أي حلقة من حلقات كاتولي الجديدة. هيا بنا لننطلق الآن. اسمعوا خرير مياه النهر. العناية بنباتات الغابة. أهلا بكم في مسبادوري يا صغار. بماذا تشعرون؟ بماذا نشعر؟ أظن رأسك يؤلمك، يجب أن أعطيك حقنة. لا حسنا، ستتحسن الآن. أؤلم. والآن من التالي؟ تعال يا بوبي. أنا لا أريد أي حقنة. تعال يا جاك. أنا لست مريضا، لا أريد أن ألعب بهذه اللعبة، المطاردة هي الأفضل. يكاد الغصن يكسر. سيكسر، ماذا يجب علينا أن نفعل لنثبته بوتد خشبي؟
لكن يجب علينا أولاً أن نجعل الغصن مستقيماً. هيا يا جاك، في ذلك الاتجاه، استدل واخبر أندوني نفسك. نعم، أنا بخير. قد كسر حقاً يا جاك. ماذا سنفعل؟ أعتذر إليك حقاً يا أيها الكرمة. ها؟ ماذا يجري؟ حاولنا أن نضمد غصن هذه الكرمة، لكننا لم ننجح في هذا. الأفضل أن نزرعه يا صغار. ماذا؟ نزرعه؟ أجل، إذا ما زرعناه زراعة صحيحة تنمو عريشة جديدة. وهل سنجني العنب منها ثانية يا أمي؟ أكيد. والآن قد انتهينا، زرعناها بعناية، ستكبر وسنجني منها العنب الشهي. لنأمل أن تكبر بسرعة. أبليتم بلاء حسنا يا أحبائي، الأطباء الأفضل في الغابة. والآن لنذهب ونعتني بنباتات أخرى. مغامرة كاتوري هذا اليوم، نرجو أنها قد نالت إعجابكم. لكن مغامرات الأخوة الأربعة مستمرة، لذا اضغطوا على زر الاشتراك ليصل إليكم إشعار الحلقات الجديدة.